الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. محكمة الاحتلال المركزية في القدس ترجئ البت في قضية ترحيل عائلات فلسطينية من حي بطن الهوى في سلوان بالقدس. قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر المواطن نبيل عمرو من مدينة الطيبة بأراضي الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 على هدم منزله وهو قيد الإنشاء بدعوى عدم الترخيص. إسرائيل تعلن معارضتها لقرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة فتح قنصليتها العامة بالقدس بعد أن أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب. أسرى سجن عطسيون والبالغ عددهم 43 معتقلاً يهددون إدارة السجن بالإضراب عن الطعام تنديداً باعتداء السجانين عليهم وإهانتهم وتعمد تقديم طعام سيء لهم نوعاً وكماً. إيران تعلن التوصل إلى تفاهمات عامة مع الولايات المتحدة في مباحثات فيينا غير المباشرة بخصوص إحياء الاتفاق النووي ورفع معظم العقوبات المفروضة عليها. وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي يعلن عن جولة لوفد فلسطيني يترأسه رئيس الوزراء محمد شتية مع نهاية الشهر الجاري إلى 3 دول خليجية على الأقل في إطار الحراك الفلسطيني المتواصل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم اليوم مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طوباس بقنابل الغاز السام والمدمع، ما أدى إلى إصابة عدد من المسعفين بالاختناق وحدوث بعض الحرائق في محيط مبنى الجمعية. رواد الفضاء في مهام مستقبلية إلى القمر قد يتمكنون من التواصل مع أصدقاء واتساب ومشاهدة منصة نتفليكس بفضل جهود الشركة البريطانية إنمارسات المكلفة بإنشاء اتصالات ونظام ملاحة GPS لسطح القمر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.